خلال السنين الأخيرة عم يشهد العالم تحول كتير كبير بمجال المستحضرات الكيماوية، فبتلاقوا الشركات الكبيرة وحتى الأشخاص عم يلجأوا للأشياء العضوية والمصنعة من أشياء طبيعية. مشان هيك أنا اليوم حبيت فرجيكم شوية بدائل لمستحضراتنا الطبيعية، لمستحضراتنا اليومية اللي بنستخدمها. فهون حاطين كذا مستحضر، رح نبلش فيهم. اولا نحن لما بنستخدم شيء لننظف الميك اب اذماننا، طبعا بنغسل وشنا وبنستخدم مزيل للمكياج. ايام مزيلات المكياج ممكن تكون كثير ثقيله خاصه على البشره الدهنيه وتسبب حبوب. ايام نستخدم ميك اب بيسموه ووتر بروف، يعني مضاد للمي، فبنصير عم نستخدم اشياء وعم نعمل هيك وعم نفرك عيوننا وعم نأذي بشرتنا وعم نأذي رموشنا. مشان هيك أنا بنصح أنه نستخدم زيت جوز الهند. زيت جوز الهند معروف أنه عنده تأثير وفعالية كتير قوية على المكياج، حتى المكياج المقاوم للمي. تاني شغلة أنه ما بيحسس البشرة بطريقة أنه ممكن يقعد بالمسام مما شيء يؤدي للبثور أو الحبوب. هلأ أنا ححط شوية زيت جوز الهند على قطنة وادعي صبية من الجمهور حدا يتطوع ويجي لعندي لنشوف إذا له مفعول ولا لا، عشان ما يقولوا العالم مشاهدين. تفضلي حتى ميك اب. حتى زيت جوز الهند بيشتغل على ترطيب البشرة. أنا يعني مستخدمها. أعطيكي هاي هيك تمسحي لنا شوي لنشوف إذا حيشيل لبستك. بلاش يعني هو بنستخدمه كهلا، ما فينا حرام ما بدنا نشيل اللبستك، هي متعذبة وجاية، بس بيشتغل على إزالة الميك اب حتى الماسكارا وباقي الميك اب. قلنا فينا نغسل بس بالمي. شكرا. ماريلين بعرف كمان بيستخدموه للشعر بالهند. طيب شو البدائل لمزيل التعرق؟ معروف انه فيه نسبة ألمنيوم كتير عالية، في منهم حتى فيهم كحول، مشانك في بنات بصير عندهم بتغمق البشرة اسوداد. وايام كمان الجلدة عنا بصير الشعر بيطلع تحت الجلد، كلهم هدول بسبب الكيماويات الموجودين بسبب هدول المواد. نحن عنا مستحضر سحري قليل العالم اللي تستخدمه هو الشبة. الشبة هي بودرة بيستخدموها لكثير شغلات، لكن ما لها ريحة. فيكم تشوفوها هي بودرة ما بتجي كريم، شلون بتستعمل؟ لا لا لا. هلا حقلك. نحن بنشتريها من عند العطارين هالطريقة بتكون. طب كيف بدك تحطيها؟ بدنا نجيب. هلا بتشوفي رولا. رولا دائما على فكرة مستعجلة لكل شيء. فالشبة لها فوائد كثيرة، فينا حتى نستخدمها على فكرة على تحسين مظهر الجلد، وكمان بتخفف من نمو الشعر وبتبيض مع الوقت. شو بنعمل نحن لأنه هي بودرة؟ منجيب مثلا كاسات فاضيين أو أطراميزات صغار مثل هدول أو أكبر حسب ما نحن عاوزين، نخلطه مع أي نوع زيت معطر. أنا حبيت أجيب لكم الياسمين، فحاستخدم زيت ياسمين أخلطون، حيصير عندي مثل مزيج. أوكي. مثل كأنه عجينة شوي سائلة، وبعدين نرجع منعبيون، وبعد الحمام مرة أو مرتين باليوم نستخدمه كبديل لمزيل التعرق. رح فرجيكم كيف بتصير مرة أو مرتين، يعني أنتي كل قدي بتحطي ديودوران هيك. فهلا صار عنا الديودوران او مزيل التعرق تبعنا صار جاهز. هلا بدي احكي على موضوع تاني هو الرؤوس السوداء. كثير صبايا او حتى الشباب، يعني انا دائما لما بتوجه بالحكي تبعي بقصد الشباب والصبايا، يعني كلياتنا بنستخدم هدول الاشياء. فرولا ممكن نحط هدول عندك من هونيك. منروح عند اشخاص يمكن يكونوا مانهم كثير ممتهنين بموضوع ازاله الرؤوس السوداء، بصير عندنا مشاكل بالمسام، بصير عندنا تكبير بالمسام. حتى البشره تبعنا ممكن يصير فيها تحفيرات، حتى في الكيماويات ممكن تحرق البشره مثل البي اتش اي اذا البشره حساسه، او المقشرات المعموله من احماض الفواكه ممكن هدول الكيماويات تاثر على البشرات المعينه. فمشانك نحن فينا نستخدم
طريقة سهلة كتير بالبيت، نستخدم مقشر مصنوع من البيكنج سودا ونخلط معه المي. البيكنج سودا معروف انه هو اختراع بالعالم كتير له فوائد، بيكربونات الصوديوم اذا تماما بنستخدمه بهالطريقة. بنحط مقابل كل معلقة بنستخدم معلقة مي، وراح فرجيكم هلا على ايدي كيف بيقشر. حتى على فكرة المقشرات اللي بنستخدمهم او اللي بنسميهم سكرابز او من ماركات مختلفة فيهم كيماويات كتير عالية، ممكن مع الوقت ينشفوا البشرة. لأنه شو بيستخدموا هنا مثلا؟ مثل عنا الساليسيليك أسيد بيستخدموه ليتخلص من الرؤوس السوداء، مع الوقت ممكن يحسس، ممكن ينشف البشرة. بنلاقي في عالم بيصير بيقول ليش صار فيني، والسبب هدول الأشياء الموجودة. نخلطهم بهالطريقة، بعدين إذا منحطهم هون على إيدنا بتلاقوا بيقشر بطريقة ليكو هي هينا في فيها حبات، شفتي فيها حبيبات ناعمة تشتغل على التقشير. تمام هالطريقة. بعدين بنغسل بالماء، فينا نستخدمه يوم ايه يوم لا. بهالطريقة بنمنع ظهور الرؤوس السوداء، كمان بنحمي حالنا شوي. يعني انا ما طبعا بدي نوه على الشغلة انه بيكنج سودا هو ما شيء طبيعي 100%، بس هو احسن بكثير من كيماويات تانية. أما كمقشر للتخلص من الجلد الميت وترطيب البشرة، بنصحكم بالبن المطحون مع العسل. العسل هو مضاد للبكتيريا، بنستخدمه بكتير ماسكات للبشرة لنتخلص من الآثار ومن الحبوب، بيشتغل كمان على الترطيب. خلوهم عبوهم بأناني، استخدموهم مرتين لثلاث مرات بالأسبوع كبديل طبيعي للمقشرات الكيماوية. شو أكثر مستحضر تجميل فيه مواد كيماوية؟ تتذكروا من 10 سنين كان بيطلع دعاية على التلفزيون على مبيضات، صح، كريمات التبييض. كريمات التبييض كتير عالية بنسب الألمنيوم، الحديد، الكيماويات اللي بتشتغل على تخلص الجلد من الصبغيات الموجودة فيه. حتى في بلدان معينة بالعادات والتقاليد عندهم البياض هو شيء سامي وجميل جدا. نمنع، انا بمنع، يعني حقولها انا بمنع اي حدا يحط مبيضات على وشه وعلى جسمه الا اذا كان عن طريق طبيب. يعني في مناطق في تصبغات بدها ادويه، بس للحالات الجماليه نلجأ لهدول المكونين الطبيعيين، هن الليمون اللي بيشتغل على التقشير والتبييض، واللبنه. اللبنه فظيعة يا جماعة للتبييض الطبيعي، ونستغني عن الكيماويات وأضرارها. طبعا نستخدم اللبنة اللي بتشتغل على التبييض والتقشير مع عصير الليمون أو الحامض. نستخدم تقريبا إذا حاطين معلقتين من اللبنة بنحط تقريبا ما يعادل معلقة من الليمون، نخلطهم ونستخدمهم كماسك على المنطقة اللي عاوزين نبيضها مرتين بالأسبوع. طبعا حتقولوا لي ليش لبنه مو لبن؟ لانه اللبنه محمضه اكثر، ونحن بحاجه لللاكتيك اسيد اللي موجود بقلب اللبن او اللبنه لنبيض. وكمان القوام تبعه متجانس اكثر، اللبن ممكن بيفرفط اذا نحطه على الوش ونضطر، اللبنه مثل الكريم فماسك اكثر فاسهل للاستخدام. مارلين خلطات اللي عم تعمليها كلها مواد طبيعيه، صح؟ بس ما في مواد طبيعيه من هدول بيحسس البشره؟ اكيد. على فكره العسل في كتير عالم عندهم حساسية عليه، نوع من أنواع الزيوت، ممكن زيوت تانية مثل زيت الأرغان، زيت جوز الهند، زيت النعنع، في أنواع كتيرة. دائما إذا نحن بنعرف نوع جديد أي كان لا مستحضر بلاين المستحضرات تبعنا، نلجأ أنه نطبقه على منطقة الرقبة قبل بنهار، نتركه لمدة ساعة أو ساعتين أو مثلا فترة معينة، نتأكد أنه ما عمل حساسية، بعدين نطبقه على المنطقة الكاملة. أخيرا وليس آخرا بالمعلومات طبعا، بس أخيرا لهالفقرة اليوم، ترطيب الجسم كتير ضروري. كمان ممكن نحن نستخدم كريمات طبيعية مثل ما بنعرف، بس فينا نستبدلها بمادة هي يعني سحر. صحيح لما بيقولوا أنه أفريقيا هي كنز العالم، ما غلطوا ابدا، لانه الشيا باتر او زبده الشيا هي مستحضر بيجي من افريقيا، بيشتغل على الترطيب وبيتعمق 3 مرات تحت طبقات الجلد
وبيشتغل على التحسين في الشقوقات الجلدية والسيلوليت مع الوقت. فخلينا نكب كريماتنا العادية اللي بنشتريهم فيها كيماويات نستبدلها بهذا المستحضر الطبيعي. حتى ماريلين هن الشركات صاروا يسوقوا لمنتجاتهم انه هن عم يستخدموا هدول المواد الطبيعية. تماما، وهذا اسلوب من انواع الترويج للمنتجات. نحن فينا نشتري المادة مثل ما هي الخام الأساسية بسعر أرخص ومفعولة أكبر، بتكون تحطوا شيء على إيديكم. لأنه على فكرة بهالفترة بهذا الطقس بالذات الإيدين بتقطقوا والجسم نحن بحاجة لترطيب أعمق أو أقوى. هلأ ريحته شوي مزعجة على فكرة، يعني فيه ريحة مرارة. ما فينا نحط زيت من تماما شوي مزعجة. هلأ عنا زيت الياسمين نقطتين ومنخلطون ومنعبيهم بأناني ومنحافظ عليه هيك بيعطر إذا مزعوجين. إذا هي كانت الفقرة اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا مشاهداتنا بالبيت. ما تنسوا دائما أنه صحة جمالكم شيء كتير مهم بشو ما كان، فدائما انتبهوا وبعدوا عن الأشياء الكيماوية.